نشرة الأخبار من يو تي في وهذه عناوينها. ملحمتان تحت المطر في جذع النخلة، العراق يتصدر بفوز ثمين على السعودية، واليمن تودع البصرة بخسارة ثانية. العرب يجتمعون عند ضفاف شطهم، والبصرة تلهم الخليج بحماس جماهيري وتعرفهم بتراث العراق. يو تي في تتقصى حالة أسواق الجملة، سباق الدينار والدولار يضرب الحركة التجارية ويضعف القدرة الشرائية. الورقة 160 ألف دينار والربع يلتحق بالفئات الصغيرة ويخرج عن التداول في دكاكين العراق. مئة عام وعام على تأسيس الشرطة، مدن تحتفل والسودان يقول السلم المجتمعي وحقوق الإنسان أولوية. إلى تفاصيل النشر حياكم الله. ملحمتان ناريتان شهدهما ملعب جذع النخلة، رفعت الأمطار فيها حدة المواجهة لتنتهي الجولة الثانية بتصدر أسود الرافدين المجموعة الأولى وخروج المنتخب اليمني بأداء غير مألوف إثر خسارة ثانية له أمام عمان. أما البطولة ذاتها فإنها تحفز البصرة على أن تكون واحدة من مقاصد السياحة في المنطقة. الوافدون الخليجيون إلى المدينة منذ انطلاق البطولة قدرت هيئة المنافذ الحدودية أعدادهم بنحو 34 ألفا، فضلا عن مئات من الصحفيين والفنيين والمصورين والسياح من الوطن العربي. في هذه البطولة تحديدا لعب شط العرب ومقترباته دورا في جذب ضيوف البصرة إليه، حيث أصبح المكان مقصدا ومركزا لاحتفالات وفعاليات شعبية أخذت على عاتقها تعريف الوافدين بما لا يعرفونه عن العراق وعروس الخليج. في مشهد ماطر لم تألفه ملاعب العراق، تغلب أسود الرافدين على الأخضر السعودي بهدفين نظيفين في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى من منافسات كأس الخليج. غزارة الأمطار والأهداف أبرز مشاهد الحدث الرياضي في البصرة اليوم. جماهير أسود الرافدين الشغوفة بالساحرة المستديرة لم يثنها الطقس الماطر عن ملء المدرجات ومواكبة العراق في خليج 25. صعوبة اللعب على أرضية مثقلة بمياه الأمطار كانت واضحة في مباراة الأخضرين السعودي والعراقي، ومع ذلك استمرت الحماسة داخل الملعب الذي شهد ضغطا عراقيا، وعلى المدرجات التي ألهبها أول أهداف العراق في البطولة بتسديدة لاعب خط الوسط إبراهيم بايش، لينتهي شوط المباراة الأول بهدف نظيف ومبتل تماما. الطقس السيء عاند الفريقين وتسبب في تأجيل الشوط الثاني دقائق عدة، ريثما عملت كوادر الملعب على إصلاح الساحة. ومع ذلك فإن أفضلية أسود الرافدين بدت واضحة في المباراة، إذ كانت لمسات الإسباني خيسوس كاساس مميزة باعتماد أسلوب لعب مختلف تمثل بالضغط على المنتخب السعودي عبر الكرات القصيرة والعرضية في بناء الهجمة بدلا من الطولية والمرتدة كما كان سابقا. أسفرت عن هدف ثان في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعد عودة حكم المباراة إلى الفار للتأكد من صحة الهدف إثر ضربة زاوية ليضعها آسو رستم برأسية تجاوزت خط المرمى. إذن ملحمتان تحت المطر في مستهل الجولة الثانية من البطولة في دورها الأول، وضعت نتائجها العراق في صدارة المجموعة الأولى، فيما كان اليمن أول ما ودع البصرة بخسارته أمام عمان بثلاثة أهداف لهدفين ليخرج بمؤازرة عراقية وأداء غير مألوف. وبعد نهاية مباراتي عمان واليمن ومنتخبنا الوطني والسعودي ينضم إلينا من كورنيش البصرة مفادنا حيدر البدري. مرحبا بك حيدر، يعني شاهدت مباراتي اليوم من الملعب وشاهدنا أيضا غزارة الأمطار عبر الشاشات، كيف رأيت اللاعبين وهم يمخرون عباب المياه في المستطيل الأخضر؟ نعم حيدر. حيدر هل تسمعني؟
الحقيقة أنه كثافة الاحتفالات هي اللي يعني هي اللي ربما منعتنا من أنه نكون من البداية بالصورة. نحن الآن من كورنيش البصرة ونشاهد جميع أبناء البصرة محتفلين بالفوز الكبير بالفريق العراقي، رغم غزارة الأمطار، رغم كل ما نشاهده الآن. صوت الاحتفالات أعلى من أعلى من الصوت. هيك نقدر نشتغل فدوة. إذا ممكن هدوء شوية. قاعد نشوف المشاعر الكبيرة اللي قاعد نشوف المشاعر مع هذه اللقطات وفرحة المواطنين بفوز العراق قاعد نلاحظ نعم. فرحة الناس على الفريق السعودي. نعم حيدر. نعم حيدر. أنا ما أعرف طبعاً الآن يلا شوية هدأوا الشباب. طبعاً هاي فرحة كبيرة اليوم لدى كل أبناء الوطن وخاصة شبابنا هنا في البصرة اللي رغم الأمطار الغزيرة قاعد نشاهدهم اليوم بالمطر بالبلل. أنا أتمنى أعرف يعني مشاعر الشباب بهذا الفوز. والله بسم الله الرحمن الرحيم، نهني الشعب العراقي بهذا الفوز، نهني الشعب العراقي بهذا الفوز العظيم، ها، وأتمنى للشعب العراقي الأمان والاطمئنان بجاه النبي محمد. إن شاء الله. يعني الشباب الظاهر هم يردون يحتفلون، فلذلك يعني اترك الكاميرا وياهم أفضل يمكن. رويدة. نعم حيدر، لننقل مشاعر المواطنين. طبعا حشود كبيرة من المواطنين مشاهدينا يعبرون عن فرحتهم بفوز العراق أمام نظيره السعودي. نتابع هذه المشاهد. طالب يا مجال نشوف الحالة مش فيها تخطبت هسه غير تكتون شوي احنا بنصورها يعني ما معقولة هيك. خالة هي وين؟ لا هسه شلون يطلع الصورة هي شلون؟ نعم مشاهدينا، إذن كانت هذه مشاهد مواطنين العراقيين وهم يحتفلون بفوز العراق بهدفين نظيفين على نظيره السعودي. كان معنا مفدنا إلى هناك حيدر البدري من كورنيش البصرة، شكرا جزيلا لك. ونتابع معكم مشاهدينا متابعة النشرة عند شط العرب. جمعت البصرة ضيوف خليج 25 حيث صار المكان مقصدا لوفود الدول الخليجية والعربية بما يضم من فعاليات شكلها عراقي ونكهتها بصرية. نتابع. شط العرب شاطئهم وقبلتهم في خليج البصرة، مئات الآلاف دخلوا الفيحاء من داخل العراق وخارجه. لم تقتصر الفعاليات داخل المدينة على المباريات الرياضية أو زيارة الملاعب، بل صارت البطولة فرصة للتعرف على ثغر العراق وأماكنه الجميلة. كورنيش البصرة على شط العرب وجهة لافتة للوافدين، البلم العشاري وسيلة التجوال فيه، يمكن السائح من التمتع بمنظر السفن والضفاف الرائعة. الصحفيون العرب في البصرة أبدوا إعجابهم بجمال المدينة وإمكانية جعلها قبلة سياحية، فهي تمتلك جمال الحاضر وعراقة التاريخ وطيبة البصريين.
زرت شط العرب، كورنيش رائع، كورنيش فيه تجمع مبهر وجميل وليه ذكريات وليه حكايات مع أهل البصرة. زرت الشوارع التجارية، تجولت بمنتهى الحرية، أحيانا بمشي لوحدي علشان أصور بعض الفيديوهات عشان أعكس الصورة للناس إن العراق بلد آمن. الرياضة حافز جيد للسياحة، هكذا يقول صحفيون، وتجربة المونديال في قطر خير دليل، إذ يمكن الاقتداء بها في البصرة من خلال تجربة خليجي 25. أعتقد هذه البطولة أثرها جدا كبير. اليوم البصرة فيها مقومة سياحية كبيرة، مع الوقت مع الاهتمام مع الاستثمارات القادمة راح تكون البصرة يعني أعتقد مزار سياحي مهم جدا في منطقة الخليج. أعتقد تكلم البصرة تاريخ عريق، العراق بشكل عام تاريخ عريق، يعني ممكن أي مشروع ينجح له. في عندهم ما شاء الله طاقات جدا كبيرة، فهذه من الأشياء الأساسيات موجودة في العراق. وإضافة إلى الأماكن الطبيعية، فإن البصرة تحوي متحفا مهما يضم قطعا أثرية نفيسة، كما تمثل منطقة البصرة القديمة بأبنيتها التراثية وشناشيلها العراقية محطة تجوال مهمة للسائحين. جمال الأماكن وطيبة السكان مع توفر وسائل الراحة والأمان جعلت من البصرة وجهة سياحية متكاملة للزوار من خارج البلاد. كانت بطولة الخليج العربي محفزا لإظهارها. من البصرة، حيدر البدري، UTV. تعيش البصرة أجواء حماسية فرضتها استضافتها كأس الخليج، إذ لا يخلو شارع فيها من مظاهر للاحتفال بتجمعات وفعاليات يقدمها أهل الفيحاء لضيوفهم من الخليج والوطن العربي. يوما بعد آخر تتزايد أعداد الوافدين من دول الخليج إلى البصرة لحضور منافسات كأس الخليج. إحصاءات هيئة المنافذ الحدودية تشير إلى دخول نحو 34 ألف خليجي، أكثرهم من الكويت، لقرب المسافة من العراق. اليوم ما في أحد خسران، كلنا فايزين بالتواجد يعني في أرض العراق بعد غياب طويل حقيقة. الآن كلنا مشتاقين أن نرجع إلى بلدنا الثاني ونشوف الاحتفالات ونشوف المناسبة الطيبة في أرض الخير إن شاء الله، أرض العراق. السعودية بعثت بطائرة خاصة إلى البصرة حملت على متنها ما يزيد على 150 مشجعا من مواطنيها دعما لمنتخبهم خلال مشواره في كأس الخليج، فيما قدم العراق تسهيلات لدخول مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي. منبهرين من هذا التنظيم الرائع، من هذا الاستقبال، من هذه الحفاوة، من هذا التقدير، من هذه التسهيلات، سواء الحكومية أو على مستوى الشعب والعشائر. إحنا دخلنا من المنفذ الكل يرحب، مخيمات، ضيافة للجماهير، تسهيلات للدخول، حتى باصات تنقل من المنفذ الكويتي إلى المنفذ العراقي وصلونا. وتعيش البصرة أجواء حماسية في تجربة لم تشهدها من قبل، إذ لا يخلو شارع في المدينة من مظاهر الفرح والاحتفال. هنا تتزين النساء بملابس من تراث الفيحاء، فيما تشهد المؤسسات الثقافية أنشطة للتعريف بما لا يعرفه الخليجيون والعرب عن عروس الخليج. نحاول قدر الإمكان إنجاح هذه البطولة وننقل واقع جميل أو واقع حضاري عن تراثنا عن ثقافتنا، وإحنا نستحق الفرحة بصراحة إنه نكون حاضنين لهذه البطولة، وإن شاء الله نتأمل البطولات بعد قادمة أكثر وأحلى. ويقول حاضرون في البصرة إنها صعبت المهمة على من ينوي استضافة النسخة القادمة من كأس الخليج، لكونها حققت نجاحات متوالية بدأتها من البنية التحتية ولم تختمها بحسن الإدارة والتنظيم وحفاوة الاستقبال. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة.
أزمة سعر الصرف وأحداث العراق الأخرى مع الزميل سفيان أحمد. إليك سفيان. شكرا رويدة، أهلا بكم. تواصل أسعار صرف الدولار ارتفاعها في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع 100 دولار 160 ألف دينار، وفي بورصة الكفاح تصرف 100 دولار بنحو 159 ألف دينار، أما في بورصة البصرة فتصرف الورقة 100 دولار ب 157 ألفا، وفي أربيل أكثر ب 200 دينار. وتعكس هذه الأسعار تضاربا في أسواق المدن ومراكز بيع الدولار وشرائه، فيما التسعيرة الرسمية للبنك المركزي العراقي هي 146 ألف دينار لكل 100 دولار. من داخل أسواق الجملة في بغداد، تقصت يو تي في سباق الدينار والدولار لتكشف النقابة عن تأثير أزمة سعر الصرف على الحركة التجارية، فيما اشتكى التجار من خسارة تعدت فقدان الربح إلى تناقص رأس المال. في سباق الدينار والدولار خاسر واحد، المواطن ذو الدخل المحدود. ركود يهيمن على السوق طال حتى المواد الاستهلاكية، والسبب ضعف القدرة الشرائية نتيجة لارتفاع أسعار المواد المستوردة. هسه أنا إذا أشتري شغلة أجلها، أروح عليها يقول لي ب 400، يقول لي لا صار 450، الورق صار، أقول عمي مارج. تضعف، كله تضعف، السوق كله يوقف، هسه باع السوق. واقف، شوف هاي المحلات من دا يفوت له، واقف. واقف. دنانير معدودة. هذا ما حصل عليه أحد تجار الجملة ببغداد في نهاية يومه جراء أزمة تضرب الحركة التجارية. يقضي أصحاب المحال هنا أغلب وقتهم في ترتيب المواد المعروضة على أمل تصريفها، بعد عجزهم عن حماية أنفسهم من الخسارة الناجمة عن عدم استقرار سعر الصرف. هو يوميا صاير يوميا يصعد، نحمي نفسنا على 55 صير 57، نحمي نفسنا على 57 اليوم يقولون 60، يعني ما هي مضرة بكل مين ما تقلبها مضرة. ما يزيد وضع التاجر سوءا هو التعامل بالتسديد الآجل، فهم مجبرون على تحمل الخسارة إذ يشترون من الشركات بسعر صرف اليوم، وعند التسديد يضطرون إلى الدفع بسعر الدولار المتغير، وقد تتعدى الخسارة فقدان الربح إلى تناقص رأس المال. من بغداد أحمد مؤيد، يو تي في. قال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف إن الوضع النقدي في العراق بأحسن أحواله ولا داعي لإثارة مخاوف الرأي العام، مؤكدا أن وضع البلاد أفضل بكثير من دول أخرى. مخيف أوضح في تصريح صحفي أن البنك المركزي اتخذ سلسلة من الإجراءات تعزز الاستقرار النقدي وتدفع باتجاه عودة أسعار الصرف إلى وضعها الطبيعي، ومن بينها السماح للمصارف بالمشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية لاستخدامها في التحويل الخارجي، والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الدولار من خلال المصارف، بالإضافة إلى تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى. ألزم المجلس الوزاري للاقتصاد وزارات ومؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه في حال اختيار شركات من القطاع الخاص أن تكون مبيعاتها بالدينار العراقي، فسيقوم البنك المركزي بتعويض تلك المبالغ بالدولار وبالسعر الرسمي من أجل الإيفاء بالتزاماتها ومشترياتها خارج العراق. وأضاف البيان أن المجلس ناقش مسودة قانون الموازنة العامة للدولة والإيرادات والمصروفات الواردة فيها، كما اتخذ عددا من القرارات الاقتصادية. للحديث أكثر عن أزمة انهيار الدينار أمام الدولار ينضم إلينا الآن من بغداد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أهلا ومرحبا بك. قبل أن نسأل عن الأزمة واستمرارها، كيف يمكن احتواء الأزمة ومن ثم حلها؟ طبعا من الواضح أن البنك المركزي يحاول تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي. سمح للوزارات الاتحادية يوم أمس بأن تقوم بعملية استعمال المصارف لغرض الاستيراد، وبالتأكيد تلك الوزارات كانت تشتري السلع واحتياجاتها
من القطاع الخاص وليس عن طريق الاستيراد، فبالتأكيد عندما ينتقل الطلب من القطاع الخاص إلى الاستيراد يقل الطلب على الدولار في السوق الموازي. طبعا وزارة التجارة معنية في هذا الجانب باستيراد السلع وضخها بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي، لديها منافذ تسويقية متعددة وكذلك وزارة الصحة، يمكن استثمار هذه النافذة في عملية تقليل تكاليف الشراء الحكومي والاستفادة من الوفورات المالية المتوفرة حاليا لدى أيضا البنك المركزي. كذلك الموازنة الاستثمارية باعتبارها هي نافذة أيضا لتشغيل العاطلين من الممكن أن تدعم بالدولار الرسمي لكي يكون هناك أيضا ضخ لمواد تستورد بالدولار وتباع بالدينار. طيب. بخلاف بالتأكيد الأسعار ستستمر بالارتفاع. وهنا أسأل، الركود الاقتصادي امتد اليوم إلى سوق الجملة والمتضرر الوحيد أصبح هو المواطن، كيف سينعكس هذا على السوق الاقتصادي العراقي؟ يعني يمكن للسوق القطاع الخاص النظامي أو الغير نظامي أن يستثمر عملية الاستيراد بالسعر الرسمي من خلال التحول من نظام الحوالات التي يمكن أن ترفض من الفدرالي الأمريكي إلى نظام الاعتمادات المستندية، ويمكن أيضا أن تساهم وزارة التجارة في التنسيق مع الفدرالي الأمريكي لتحديد أوجه الاستيراد التي يمكن من خلالها تجنب رفض الحوالات. يعني حاليا التجار العراقيين تعودوا خلال السنوات السابقة على استيراد سلع من مناشئ غير رصينة وإدخالها للعراق بطرق غير رسمية، ويحصلون على الدينار العراقي ويحاولون إخراجه أيضا من خلال السوق الموازي. فبتقديري عملية تنظيم السوق التجاري ستساهم في السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي. طيب، قرار المجلس الوزاري للاقتصاد أقرأ عليك ما نصه: ألزم جميع الوزارات باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، وعلى أن يقوم البنك المركزي بتعويض تلك المبالغ بالدولار كما جاء في البيان. ما الذي يمكن أن تغيره مثل هكذا خطوة؟ واضح يعني أن عمليا نحن طالبنا من خلالكم قبل أيام بمثل هذا الإجراء، لأن عملية ضخ المفردات خاصة التي تمس حياة المواطن بأسعارها الرسمية ولمدة 24 ساعة في اليوم وبالدينار العراقي من أجل أن ينتقل الدينار العراقي إلى الدولة إلى الوزارات الاتحادية، والبنك المركزي مستمر بتمويل التجارة الخارجية بالسعر النظامي 1470. طبعا هذا يربك القطاع الخاص الذي تعود على عملية البيع للمستهلكين، لكن القطاع الخاص يمكن أيضا أن يقوم بفتح الاعتمادات من مناشئ رصينة وينافس أجهزة الدولة في عملية بيع السلع أيضا بالدينار العراقي، ولا توجد مشكلة مالية. طيب. المشكلة هي فنية في الجانب التجاري، وأيضا بوصلة الاستيراد يمكن أن تكون في مناطق لا يمكن أن تثار عليها شبهات. طيب، ألا يؤدي استمرار هذه الأزمة من دون حل جذري إلى فقدان الثقة من المواطن وحتى الجهات الدولية بالبنوك سواء المحلية أو الدولية؟ يعني بالتأكيد، يعني عملية تعزيز الثقة بقيمة الدينار العراقي تتطلب من الوزارات الاتحادية الاستمرار بالتعامل بالدينار العراقي، وأيضا الدولة يمكن في هذه المرحلة أن تساهم بعملية بيع جزء من ممتلكاتها بالدينار العراقي لكي يثق العراقيين بأن الدينار العراقي محافظ على قيمته وليس مرتبط بالسوق الموازي. نعم. فتوسيع منافذ جباية الدينار العراقي من الأجهزة الحكومية يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة، وكذلك المصارف المحلية من الممكن أن تدرس زيادة سعر الفائدة على الدينار العراقي. نعم. من أجل أن لا يرتبك حملة الدينار العراقي ويحاولون التخلص منه بالاختفاء نحو الموجودات أو نحو عملات أجنبية ويرتفع الطلب في السوق الموازي. فعملية تعزيز الثقة تتطلب مجموعة من الإجراءات. نعم، الخبير الاقتصادي صفوان قصي كنت معنا من بغداد، أنا أشكرك جزيل الشكر.
أعلن البنك المركزي افتتاح منفذ لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي عن طريق المصرف العراقي للتجارة TBI. وذكر المركزي في بيان أنه ستتم المباشرة ببيع الدولار للمسافرين ابتداء من يوم غد الثلاثاء، ولا يتجاوز البيع 5000 دولار أمريكي لكل مسافر، مشيرا إلى أنه قام في وقت سابق بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 20 مصرفا ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة ببيعها. في ظل استمرار التذبذب في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، تواجه الفئات الصغيرة من العملة تحديا متزايدا نتيجة تراجع قيمتها الشرائية إلى الحد الذي يغيب التعامل بها في بعض الأحيان. مرة أخرى تتسع الفجوة بين الدينار والدولار، فمقابل الورقة الخضراء تتهاوى قيمة العملة ويغيب التعامل بفئاتها الصغيرة. الربع الكناية العراقية عن ورقة 250 دينار تبدأ مشوارها نحو التقاعد، فكل هذه الرزم تساوي 25 دولارا وربما أقل. ناظم السعدون وهو بائع في إحدى شوارع واسط يفرض على زبائنه شراء أكثر من علبة واحدة من السجائر التي تباع بأصغر فئة، في محاولة لجعل إيراداته تخلو من الفئات الصغيرة التي يعتبرها أصبحت دون فائدة. 100 دينار ماتت والمئة وخمسين ماتت، بقى بس الربع دينار يشتغل عندنا. الربع دينار هم راح يموت، هم تجي أيام راح يموت تنتهي، أو بالسبعمئة وخمسين قمنا نبيعه بألف دينار، يعني الربع دينار قمنا ما نشتغل به. تذبذب سعر صرف الدولار أرهق التجار المتعاملين بالفئات النقدية الصغيرة، إذ وصل الحال إلى أغلاق بعضهم جزءا من محالهم واقتصار البيع على الحاجات الأكثر ثمنا. أنا عندي محل ثاني بالهورة سديته، أسأل وين ما كان على محل الثاني، انسد بالهورة بسبب الخسارة، وباقي المحلات وعندي أصدقاء هواي قاعدة وسكتوا، سدت المحلات بسبب الدولار. تعجل الأسواق بالسلع المستوردة بالدولار، فيما يتقاضى أكثر من 8 ملايين عراقي رواتبهم بالدينار، لتتأرجح قيمة مدخولهم الشهري مع تذبذب سعر الصرف، فتبقى العيون على إجراءات البنك المركزي لضبط إيقاع العملة. من واسط حمزة الأسدي، UTV. تعطل جسر الفتح الرابط بين بيجي وكركوك منذ سنوات طويلة، اضطر الأهالي إلى دفع جبايات غير رسمية من أجل المرور عبر جسر حديدي خارج مخططات الطرق في المحافظة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. الطريق بين قضاء بيجي وكركوك موصد منذ سنوات، فجسر الفتحة الوحيد هناك دمرته الحرب خلال تحرير المنطقة من تنظيم داعش، وهو على هذا الحال منذ ذلك الحين. جسر الفتحة للأمانة يعني ما شفنا عليه أعمار، يعني هو جسر عصى الأمة العربية، ثلاث محافظين جوي للمحافظة ما عرفوا يعمرون، هو جسر حيوي للأمانة، احنا نشوفه جسر كلش مهم. بنى التحتية احنا نشوفه رمى تحررت المحافظة، يعني أعمار كلش ضعيف. في عام 2019 أحيل هذا الجسر إلى شركة عراقية تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، أنجزت 25% من إعماره خلال أشهر، لكنها تعرضت إلى تهديدات أجبرتها على ترك العمل ليزيد التوقف متاعب المواطنين في التنقل بين صلاح الدين وكركوك. هي المحافظة بصورة عامة تشكو الإهمال وتشكو من الفساد بصورة عامة، لأنه مشاريع كثيرة لحد الآن لم تطبق على أرض الواقع، هنالك مشاكل عديدة في المحافظة، وأهمها هي موضوع الجسور. يعني 7 سنوات جسر الفتحة لم يكتمل، يعني ايش تنتظر المحافظة على أنه يكتمل؟ يعني بعد نعطيهم مجال 7 سنوات. وفي وقت تعاني فيه صلاح الدين من واقع خدمي خجول، لا يبقى أمام المواطنين لبلوغ الضفة الأخرى
سوى جسر حديدي خارج مخططات طرق المحافظة بمقابل مادي على كل سيارة تعبر ذهابا وإيابا. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في. ذكرى تأسيس الشرطة العراقية، هذا الملف بصحبة روبيدة. شكرا سفيان، أهلا بكم مجددا. في عيدها الأول بعد المئة تحتفل الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها، ومع الاحتفال بالتأسيس تبرز تحديات فرض الاستقرار وتسلم ملف أمن المدن بشكل كامل، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء الذي شدد على أهمية تدعيم الأمن والسلم المجتمعي ومراعاة حقوق الإنسان وإشراك الكفاءات الشابة بهذا الملف الحيوي. ورغم التحديات البارزة أمام الشرطة بأصنافها المستحدثة بعد عام 2003، فهي تؤكد أنها العيون الساهرة على أمن الوطن. في احتفالية ذكرى تأسيس الشرطة، أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أن دعم وزارة الداخلية وعموم الأجهزة الأمنية على رأس أولويات برنامجه الحكومية، مشددا على أهمية تدعيم الأمن والسلم المجتمعي ومراعاة حقوق الإنسان. نتابع. تدخر الحكومة جهدا في دعم جهاز الشرطة وعمل وزارة الداخلية بكل القدرات الحديثة والتقنيات والخبرات والكفاءات التي ترفع من مستوى الجهوزية والأداء. وشدد برنامجنا الحكومي في أكثر من موضوع وعلى أكثر من مسار على أهمية تدعيم الأمن المجتمعي بوصفه مفتاحاً لمجمل العملية الأمنية في العراق. أن الإنسان العراقي هو غاية أهدافنا وأسمى ما فيها، ومراعاة حقوق الإنسان في أداء واجبكم وفق القانون ووفق المبادئ العالمية هو منهج ثابت لعملنا ولعملكم، وأن كل جهد خدمي نبذله لن يكون له وزن ما لم يستهدف الإنسان غاية وقيمة عليا. السوداني أكد أيضا أن خطة حكومته في دعم الأجهزة الأمنية تعتمد إشراك الكفاءات الشابة وفتح الأبواب أمامهم لخدمة هذا الملف الحيوي. إن دعم التخصصات واعتماد الكفاءات الشابة المتفوقة هي من بين أولى صفحات خطتنا للارتقاء بهذا القطاع الحيوي في الجهاز التنفيذي، وستكون أبواب هذا المضمار الخدمي مفتوحة لشباب العراق وشاباته وكل الطاقات المتقدة لأجيالنا المزهرة من أجل التنافس لخدمة هذا الشعب الكريم، وهي خدمة ما بعدها شرف. كل عام وشرطتنا العراقية بكل تخصصاتها وصنوفها ومديرياتها وفروعها بخير، وهي تنعم بحب شعبنا واحترامه. احتفال العراق بعيد الشرطة الذي اجتاز 100 عام من التأسيس واستحداث تشكيلات متعددة للشرطة بعد عام 2003، نتابعها بهذا التقرير. شرطة العراق يتخطون 100 عام من التأسيس منذ انطلاق أول تشكيل مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، وتحولها من مجرد أفراد إلى مؤسسة بضباط وقيادة تحمل هدف الحفاظ على المواطنين وقوانين البلاد. التاسع من كانون الأول موعد يحتفي به التقويم العراقي، وتقدمه الدولة تذكارا لرجال الأمن وساهري الليل. ومع تقلب الأنظمة والحكومات ودوران عجلة التاريخ، حافظت الشرطة على كيانها وأهدافها، وهي تسعى إلى الإمساك بملف الأمن الداخلي بعموم البلاد. فحقيقة تطور واضح وملموس، وحاليا انت تلاحظ الشرطة العراقية تتولى مهام الملف الأمني في أغلب المحافظات، وإن شاء الله في العاصمة بغداد احنا مقبلين على استلام الملف الأمني بصورة كاملة، وهذا فد إنجاز كبير والحمد لله. تشكيلات متعددة للشرطة تم استحداثها بعد عام 2003، منها الشرطة الاتحادية والأفواج التكتيكية وحماية الأسرة والشرطة المجتمعية. تتنوع فيها المهام بين الأمنية والخدمية والإنسانية،
وحماية السلم المجتمعي. هناك واجبات إنسانية للشرطة العراقية وتعددت هذه الواجبات، وكانت قسم كبير من عدها يباشر بقضية مساعدة العوائل المحتاجة، تقديم الخدمات، قضايا الكوارث الطبيعية، الأمطار، المشاكل اللي تصير، كل هذه التفاصيل، حتى قضية التبرع بالدم، كل هذه التفاصيل يعني مرآة لقضية تقديم الجانب الإنساني. ومع تعدد المهمات وحجم التحديات الأمنية في العراق، قدمت الشرطة تضحيات عديدة خلال أزمنة كانت البلاد تغلي فيها على صفيح الأمن المضطرب، وهو ما تثمنه الشرطة العراقية اليوم باستذكار الشهداء. من بغداد، علي أسد، UTV. وشهدت محافظات نينوى والأنبار وديالى احتفالات حضرتها قيادات في الشرطة إلى جانب مواطنين ابتهاجا بمئة عام وعام من مسيرة واحد من أعرق أجهزة الشرطة في المنطقة. بمناسبة الذكرى الواحدة بعد المئة لعيد تأسيس الشرطة العراقية الأبطال، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى كافة ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية. مبارك الشعب العراقي الكريم والقوات الأمنية في وزارة الداخلية، العيد الأغر، العيد الماء والواحد لعيد الشرطة العراقية. تقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العراقي العظيم وقواتنا المسلحة بشكل عام وأبناء وزارة الداخلية بذكرى 101 لتأسيس الشرطة العراقية. يواصل العم حسين عمله في تصليح مكائن الخياطة منذ عقود في مدينة الناصرية، يدفعه شغفه بالمهنة التي بدأها منذ نهاية السبعينات ليمضي في تحدي الزمن الذي يفرض متغيراته في عديد من مجالات الصناعات. نتابع قصته. المواطن حسين شاني سعد، بديت المهنة من نهاية السبعينات بغير هذا المكان، يعني كان عندنا مكان غيره وبعدين انتقلنا إلى المكان هذا. سابقا كل بيت تلقى بيه ماكينة مال خياطة، بيت ما يقدر بلا يخاط. هسه الناس اعتمدت، ثلاثة أرباع الناس اعتمدت على الحاضر، بس أكو ناس لا يزال مستمرين هم يخيطون، يعني ما يعجبهم خياطة الخياط أو الخياطة، يعجبهم هم وخياطهم، يعني موجود يعني شغل بس مو مثل قبل قليل، يعني الناس مثل ما تقول اعتمدت على الشيء جاهز. طبعا عنده ماكينة تعطيه يجيب يسويها، واغلب شيء الخياطات حجي، واغلب شيء الخياطات، والخياطين ايضا محلات موجودة هم تجيب مكاينها للتصليح. والله استاذي انا متقاعد، بس انا اعشق هاي المهنه، لان تعلمتها من يعني من مبكر، وانا كنت بالجيش اروح واجي مجاز اشتغل، فما اقدر ما اجي من المحل، اجي هنا يعني حتى لو اقعد بدون شغل. هاي تعلمنا بعد
والقاعدة بالبيت ما تفيد حجي. احنا بعمرنا عاد لازم يتحرك يمشي. ومثلما بدأنا النشرة من أجواء خليج 25 ننهيها كذلك، إذ تلقى السندباد تميمة البطولة تفاعلا بين الجماهير في شوارع البصرة ومواقع التواصل الاجتماعي حتى بات رمزا يحبه الجميع. نتابع. التميمة الرسمية لبطولة خليج 25 السندباد المبحر من قصص التاريخ القديم يطل على المواقع الشهيرة في البصرة كشارع الفراهيد الثقافي والكورنيش. شخصية السندباد تتلائم مع البطولة الخليجية، فجميع البلدان المشاركة بها متصلة ببحر واحد هو الخليج العربي الذي كان يجوبه هذا المغامر منطلقا من البصرة مارا بموانئها وشواطئها ليصل إلى بلاد الهند وأفريقيا ناقلا معه تجارته وأعماله. اختيار رمزية السندباد البحري كتميمة لخليج 25 في البصرة لم تكن اعتباطية، حيث أن هذه الشخصية وهو تاجر أسطوري، حكاية أسطورية في التراث العراقي القديم، تحكي قصص عن هذا السندباد الذي كان تاجرا يجوب البلدان. تستند قصص رحلات السندباد المسجلة ربما في أوائل العصر العباسي إلى تجارب تجار البصرة الذين كانوا ينتقلون تحت مخاطر كبيرة إلى جزر الهند الشرقية والصين. الشخصية كان اختيارها اختيار يعني ذكي جدا، وكان تحيي الناس يعني تسأل عن الشخصية هذه وتعرفهم منو العراق وشون التاريخ العراق. أما بالنسبة لنا حنا الشخصية بالنسبة يعني من طفولتنا الشخصية هذه محبوبة لنا ككويتيين وكعرب العرب كله. ولم تنحصر تميمة البطولة على شوارع البصرة، لكنها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رمزا يحبه الجميع. يعرف السندباد البحري بأنه تاجر من بغداد. انطلقت رحلاته من البصرة إلى موانئ الخليج العربي ليجوب البحار في 7 أسفار واجه خلالها المصاعب والمتاعب، إلا أنه دائما ما كان يعود غانما منتصرا. أما الآن نتابع أحوال طقس العراق وبحره. مشاهدينا تتابعونا بعد قليل وعند الساعة 11 بالتحديد برنامج خليجي 25 مع الزميل داود إسحاق ونخبة من نجوم التحليل الرياضي. نتمنى لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.